اهلا بكم اعزائي الطلبه في الدرس الثالث من دروس تعلم اللغه الانجليزيه من الصفر حتى الاحتراف. وعدنا ناخذ بقيه الاحرف. احنا اخذنا الاحرف، اخذنا الـ A. طبعا احنا نقول احرف هي بالحقيقه اصوات الـ A والـ B و الك. هذا الحرف هو اسمه سي، بس اللفظ ك اكثر المقاطع. والد، وعندنا الج والها واللا ام او الم الان والر الاس والت والز. اذا الحروف اللي اخذناها في الدروس السابقه هذا ا ب ك د ج ه ل م ر س ت ز. ناخذ بقية الأحرف اللي هو حرف الف. عندنا الف، هذا الف بالعربي، بالإنجليزي راح يكون هالشكل ف. الشكل راح يكون او يكتب بهالشكل افضل. نعم، هذا هو حرف او صوت الف. مثلا تريد تكتب فارس، فارس، هاي فارس بالعربي، اكيد فارس بالانجليزي راح يصير هالشكل ف. اي فا او ار فار او اس فارس. عرفت شلون؟ هاي حرف الفا. عندنا حرف الياء، حرف الياء فيه هواي تفاصيل. حرف الياء، الياء يا اما يكون قصيرة، ياء قصيرة، اللي هو هذا الحرف، كتب هالشكل ياء، وينقرأ أ. مثلا نريد نكتب بين، ب ب س س س ت ت ا. إذن هذا لفظة ا، لفظة ا. بس مرات إذا كانت الكلمة، إذا جاء بالأخير ما يلفظ إلا إذا كانت الكلمة قصيرة. شلون يعني؟ مثلا ساعدنا هاي الكلمة، عفوا، مثلا عندنا هاي الكلمة، هاي نقراها هي، ها هو اي هي، فاهم شلون؟ أو السوي سي
او عندك بي مثلا هنا الاي تنقرأ، بس اذا كانت طويله مثلا مثلا عندنا كلمة ما، هنا ما يصير نقراها مادي، هنا نقراها ميت ميت. هنا الإيمان قرأت لأن الكلمة أكثر من ثلاثة حروف فتنقرأ هنا الإي، هنا الإي ما تنقرأ، واضح شلون؟ عندنا الياء الأخرى هي الياء الطويلة، الياء الطويلة شلون نتعامل ويا الياء الطويلة؟ الياء الطويلة نكتب ياء اثنين وتنقرأ إي، يعني إي مرتين. مثلا أريد نكتب كلمة سين، مثلا فيت، فيت شوف اذا هنا بس واحدة مثلا شن تنقرأ هنا تنقرأ فت، شوف هاي فت هاي فيت، فت فيت اكو فرق باللفظ. وعندنا الياء الطويلة ممكن تكون بهالأحرف ذني أو بالعكس، يعني ممكن تكون هالشكل وممكن بالعكس هيج، هاي الياء طويلة. الياء الطويلة اعتقد واضحة عندكم. وعندنا حرف آخر وهو الياء الآخرية، ياء آخرية يا آخرية. مثل عندنا باي، إذن هاي هي الياء الآخرية حرف واي تنقرأ اي بالأخير. مثل عندنا داي، مي، عندنا حروف أخرى مثل حرف الآي ممكن
ممكن أن يعطينا حرف الياء، بس شنو نهاية الجملة؟ نهاية الجملة مثلا عندنا نريد نكتب هاي، هاي تنقرأ هاي، مثلا هاني، ها ان اي. هاي اذا اجت نهاية الجملة تنقرأ اي. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية الآية تجي بداية الجملة أو بداية الكلمة، هنا تنقرأ همزة، يعني همزة هاي بالعربي تجي. مثلا نريد نكتب إن، إن إف، مثل إم أو إز، هاي بداية جملة تنقرأ همزة. مرات ما تنقرأ نهائيا، يعني مثل كسرة، مثلا نقول بن لا بن، مثلا سن، عندنا مثلا 6، هنا الحرف اكس ينقرا اكس نفسه مثل ما هو 6. فهنا ما تنقرا الآي، عندنا واو طويلة، لا الواو طويلة أما دبل أو أو أويو. مثلا نريد نكتب مون، مو مون، مثلا سبون أو نقول بوم، بوم وهكذا. مثل يو، أيضا لنا الواو طويلة. عندنا أحرف مزدوجة أخرى، مثل عندنا صوت ش، ش هذا هو من الأصوات المهمة بالإنجليزي ش. مثلا نريد نكتب شيب، هنا أكيد راح تكون الياء طويلة مالتنا هاي الإش، شي شي، هنا هاي مثل بي بس ثقيلة فتنقرأ شي. عندنا أيضا صوت تش، سي ويمها اتش، تش. متى نريد نكتب
شاسب. اتش شا شاسب شاسب. عندنا ايضا صوت الذ، هذا الصوت اللي فوق لفظين، يا اما اللي فوق الذ يا اما اللي فوق الذ، يبقى ورا المعنى. مثلا هسه هنا او ورا اللي فوق، مثلا هسه هاي هسه هاي نقراها هنا اللي فوق the father، يعني هسه هذا شنو هنا the، بينما هنا هنا الآية ما تنقرأ يعني بالنص، هنا تنقرأ هاي the thin father thin father thin. إذن هذا يا أما ينقرأ the يا أما ينقرأ the ورا اللفظ. نشوف يا الأخف نقرأ، يعني إذا هاي قلناها فاثر تصير ثقيلة، وهاي إذا قرأناها ذن أيضا ثقيلة. فهنا هسه شوف هسه هاي تشبهها، بس اختلاف بأول صوت. هسه هاي ذن ذن، هنا هاي ذ ذ ان ذن ثن ث. شوف هنا بس غيرنا حرف الإي مكان الآي، تغير اللفظ الأول. وشكرا للمشاهدة، ونلقاكم في فيديوهات أخرى.